رياضيا، نظم الاتحاد اليمني العام لبناء الأجسام البطولة الرمضانية التنشيطية الأولى في إطار سعيها نحو إعطاء اللعبة زخما إضافيا. البطولة حملت شعار لا للعدوان، السعودية على اليمن. سعيا منه لفك الحصار المطبق للعدوان على الرياضة والرياضيين، نظم الاتحاد العام لبناء الأجسام النسخة الأولى من البطولة الرمضانية التنشيطية، حيث شارك فيها لاعبون يمثلون 7 محافظات تنافسوا خلالها في 4 أوزان. نقيم هذه البطولة تنشيطية، وهي سميناها بطولة رمضان الأولى تنشيطية لبناء الأجسام، الكسر الجمود بسبب العدوان الحاصل على بلادنا، واشتي اشجع الشباب ان يمارسوا الرياضه باستمرار حتى على القصف، حتى على العدوان على بلادنا. احنا صامدون، وانا اريد ان اوجه رساله الى العالم ان الشعب اليمني صامد وسوف يقيم الفعاليات ضد العدوان. البطوله لاقت ارتياحا في اوساط المشاركين، كونها مكنتهم من استعراض عضلاتهم اللعبة المفضلة لديهم على منصة العروض، سيما بعد تضرر العديد من القاعات والأندية الرياضية بفعل العدوان. والله المنافسة كانت منافسة يعني قوية على ظل الظروف، صعب ان اللاعبين مع مجرد القصف والنادي المغلقة، فنأمل انه الاتحاد رجع الامل نحن نلعب برغم الظروف الصعبة. الرياضة مثال للصمود، وإقامة هذه البطولة يصب في مسعى كسر الجمود عن النشاط الرياضي وإعادة الزخم إلى اللعبة التي خفت بريقها في الآونة الأخيرة. تامر عبد الوهاب، اليمن اليوم. نظم أيضا في صنعاء إفطار جماعي بمشاركة إعلاميين وفنانين ل100 طفل من الأيتام.